اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين واهلا بيك في قناه الاهلي. النهارده يوم جميل استمرارا لعائله الاهلي وانشطتها المختلفه. النهارده ما شاء الله في اللجنه الترويحيه باداره الكابتن حسين عناني عامله نشاط غير طبيعي، في حوالي اكثر من حوالي 1200 عضو مشاركين سواء في المشي او خلافه من الانشطه الترويحيه، مديه طابع جميل جدا. واللي عجبني كمان النهارده ان في ناس كتير موجوده متواجده في المصايف، والنادي مكتظ ما شاء الله وفي اعداد كبيره جدا، وزي ما بنتكلم حوالي 1200 واحد جايين بس بيمارسوا رياضه المشي والنشاط الترويحي. هو روح جميله موجوده، ودي بتاكد برضو اللي احنا قلناه من ايام اللي قلناه في البرنامج قبل كده، ان هيكون في تفعيل كامل للجان، ان مش مجلس اداره بس اللي بيشتغل، لا في مجلس اداره وفي اللجان اللي اتشكلت من خلال المجلس الحمد لله عامله مجهود غير طبيعي. النهارده لما تلاقي اللجنه الترويحيه عامله النشاط ده وفي الشيخ زايد مش في الجزيره ولا في ميت نصر، فده استمرارا برضو الاسبوع اللي فات كنت واجد ميت نصر شفت لجنه المراه عامله انشطه مختلفه، الجزيره على طول باستمرار بتلاقي انشطه متعدده موجوده، فده بياكد برضو اللي هو الشغل الواقعي على ارض الواقع، ان لازم يكون في مشاركه من ابناء النادي الاهلي في اللجان المختلفه، ده اللي بيكمل وبيصيغ الصوره الاجماليه لبرنامج عائله الاهلي. احنا النهارده يوم من ايام الايام الترفيهيه اللي بيعمله النادي الاهلي لاعضائه. اليوم ده بيعمل الفه ومحبه، ده من ضمن عائله برنامج النادي الاهلي. النهارده مشترك انا حوالي 1000 واحد من اعمار صغيره لغايه الناس اللي هم فوق 60 سنه، الناس في فرحانه وفي بهجه وفي سعاده. فاحنا ده يوم اولا بيشمل حاجات كتير، الناس بتمارس الرياضه، الناس بيعمل الفه بين الناس، ده يوم ترفيهي، يوم نشاط، يوم تآلف بين النادي الاهلي، لان احنا النادي الاهلي نادي واحد، الناس اصدقائنا من فرع مدينه نصر والجزيره مع الشيخ زايد، ده عائله النادي الاهلي، ده من برنامج النادي الاهلي، النادي الاهلي كيان واحد. فاحنا هذا اليوم الترفيه بنعتبره يوم سعاده وبهجه، ونمارس فيه النشاط ونقول فيه نطرح فيه افكارنا، وان شاء الله يكون يوم سعيد على اعضاء النادي الاهلي وجميع العمال. الحقيقه احنا في منظومه الشيخ زايد هنا الناس احنا بنعمل كتيم ورك، تيم واحد. احنا من ساعه احنا عندنا تاريخ مسبق لهذا النشاط الترفيهي، في تعليمات لاداره الامن، لاداره الخدمات، للاداره الهندسيه لتجهيز الكهرباء، للعلاقات العامه الامن بدول كويس، رصدنا حاجات هو مجلس الاداره صدق عليها اللي هو الهدايا للاعضاء كابات وميداليات والعصاير والمشروبات اللي هو بيشارك فيه. فطبعا انا بشكر كل اعضاء النادي الاهلي وكل الناس اللي هي التيم ورك بتاعي اللي هو عماد فوزي اللي هو مدير الامن على المجهود اللي عامله، الكابتن علي هارون مدير النشاط الرياضي، الاستاذه ميرفت مديره العلاقات العامه. فهو طبعا ده تيم ورك عشان يظهر بهذا المنظر، يعني احنا كلنا في خدمه النادي الاهلي والكيان النادي الاهلي وفي خدمه اعضاء النادي الاهلي. اليوم جميل، تكليف من إدارة النادي كابتن محمود الخطيب والمجلس الإدارة، الاهتمام بالأعضاء، ده أول إيفنت للجنة. اللجنة بقى لها تقريبا أكتر من 22 سنة، الحمد لله النشاطات بتاعتها متعددة، عندنا هدف واحد هو إسعاد أعضاء النادي رياضيا، اللي ما عندهمش خلفية رياضية قبل كده بيجوا عشان بيتعلموا حاجة وفي نفس الوقت بيشاركوا حاجة على مدى يعني كل شهر مثلا بنعمل ايفنت ليهم أو كل شهرين، بحيث يخرج كل سنة ما بتقلش عن 12 عمل أو أكتر أو أقل. احنا بنعمل حاجة تناسب الكل زي ما قلت من جميع الأعمار، من 3 سنين لغاية أي سنين من العمر. بنعمل في مسابقه مثلا اولانيه اللي هو يمشي جوه التراك اللي مسافته 500 متر
لزمن مقدار ربع ساعة أيا كان عدد اللفات، وبعد كده في زمن نصف ساعة لجميع الأعمار برضو، سيدات رجال ذوي احتياجات للجميع، زمن نصف ساعة. ثم بنعمل حاجة لقياس القدرات بتاعة الشباب، وهي نصف ساعة متاح ومطلوب خلالها يعمل 10 لفات. أقل من نصف ساعة هناخد الأول والتاني لغاية 10، وبعد كده يبقى بنقفل النص ساعة. إدارة النادي مخصصة لنا في كاب لكل بيشترك على الشعار الجميل بتاع النادي الأهلي بتاعنا، النادي اللي بنحبه وبنعشقه من كل قلوبنا، وفي ميدالية جميلة بتحمل برضو شعار النادي الأهلي. معظم الأعضاء الحقيقة بنحاول نساعدهم، لأن دي توجيهات الإدارة، توجيهات الكابتن محمود الخطيب وكامل مجلسه، إن إحنا نسعد الأعضاء وما نزعلش حد، وكل يخش أهم حاجة إن يمارس حتة رياضية خلال اليوم. إحنا النهاردة في زايد، البطولة اللي جاية إن شاء الله هتكون في مدينة نصر، بيتابعونا هم ومتابعين اللجنة، الحقيقة لجنة نشطة جدا جدا، يعني أقول مشاركين فيها كتير جدا جدا جدا، بيتابعوا هم عملنا دايما. بعد مدينة نصر هيكون الجزيرة، ثم زايد، جزيرة، مدينة نصر أو زايد. تقريبا كل شهر بنعمل عمل خلال هذا الشهر، مادام هو العضو أو العضوة صحيا يليق وما عندوش أي حاجة تمنعه، وعندنا لجنة طبية موجودة معانا، بالضبط موجودة معانا، أطباء، طبيبة وأطباء موجودين معانا، بحيث لو في أي مشكلة بتواجهنا بنحلها فورا. شروط متاح للكل، حتى بيبي صغير بيجي عاوزة تجري بنحط لها الرقم على صدرها وتاخد المشوار بتاعها. وبعد كده بقول برضو حضرتك إن بنعمل شد حبل وبنعمل نط حبل، ودي بتناسب الكل، يعني حاجات أبسط من البساطة. النادي قال على نفسه من عدة سنوات، يعني إن إحنا لازم نخلي الأعضاء اللي قاعدين على الكراسي يقوموا يمارسوا النشاط الرياضي. النادي الأهلي اسمه النادي الأهلي للرياضة البدنية، والله أنا في منتهى السعادة. أنا بيجي لي في الإيفنت اللي أنا كنت ماسكه حاجات سنها 4 سنين و5 سنين و60 سنة، كل الاعمار بتيجي باللعبه اللي انا كنا ماسكها. احنا بتقسمها كذا ايفنت. قدمت في رياضه المشي ورياضه شد الحبل ورياضه نط الحبل. انا هكسب النهارده وان شاء الله يعني هكون ممكن اخد ميداليه او كيب. هلعب جري. طب سنه كام؟ 12. 12؟ اه 12. ايه عندك كام سنه طيب؟ 2. لا فور. عندك فور. هدف اللجنة ان احنا نقوم كل الاعضاء، ما يبقاش فيه عضو قاعد على الكرسي. احنا عايزين نعمل نشاط رياضي، كل عضو في النادي يقوم يتمشى يتحرك يعمل حركة. احنا ده اسمه نادي رياضي مش نادي هو اجتماعي كل حاجة، بس ان احنا عايزين نقوم الاعضاء اكتر ان هم يتحركوا ويعملوا حركة في النادي. بس لا طبعا كل ما كانت الجوائز اكتر كل ما كان الناس هتساعد اكتر. احنا هي حاجة رمزية في الاول، احنا بنعمل على ان احنا نخدم النادي الاهلي، ان احنا نعمل شعار النادي الاهلي. احنا المهرجان بتاعنا اسمه بنحبك يا اهلي. احنا مش بنعمل كل حاجه عشان غير عشان نسعد الاعضاء، فاحنا عاملين ده كله علشان خاطر بس الاعضاء يتحركوا ويعملوا نشاط رياضي، يبقى في اي طفره يحسوها مع في الحركه. يعني احنا مش جايين نقعد. يعني انا شايف الحمد لله ان في اقبال كبير، بيتكلم في حوالي 1000 عضو تقريبا. بنحاول نسعد الناس، بنحاول نقدم لهم حاجه ان شاء الله كويسه. مختلف في اعمار مختلفه، عندنا اطفال صغيره، عندنا شباب، عندنا ناس كبيره، بنحاول نعمل ريفرش لجميع الاعضاء. يعني اعتقد
اعتقد ان ان شاء الله هتلاقي هيبدا ان شاء الله كمان 10 دقايق من السنه، بس الجو يعني الشمس بالظبط كده، وان شاء الله بامر الله هتشوف حاجه ان شاء الله، حاجه تبقى كويسه بامر الله. عندنا توجيهات كابتن محمود الخطيب ان شاء الله نعمل حاجه مختلفه خالص ان شاء الله، هيبقى في كل شهر ايفنت مختلف بشكل مختلف خالص بيناسب كل اعمار، لان مش يعني اعتقد مش كل حاجه بتناسب، يعني مثلا في حاجات بتناسب اعضاء معاهين، فان شاء الله في بلان خلال ان شاء الله عاملين بلان سنه كامله ان شاء الله، هنحاول نعمل حاجه اسمها سباق درجات بامر الله ان شاء الله الفتره الجايه بامر الله، هيبقى في كذا حاجه مش عايز بس احرق المفاجآت، هيبقى في ان شاء الله الفتره الجايه هيتابعونا الاعضاء هيتابعونا هيلاقوا ان شاء الله حاجه محترمه جدا ان شاء الله الفتره الجايه. مبادرة جميلة بعيدة عن الجوائز أو أي نشاط اجتماعي في الدنيا بيبقى محتاج إن إحنا نشارك بعض، أهم من الجوائز طبعا، وطبعا مبادرة جميلة يعني أنا بأكد عليها النهاردة، ياريت تبقى كل يوم مش جمعة بس. طبعا إحساس رائع وسعيد جدا طبعا، لأن أنا أول مرة أجي النادي الأهلي الشيخ زايد، كنت حابب أتفرج عليه يعني وأشوف اللي تم فيه يعني. بصراحة أنا حابب أشارك لأنها فعلا النشاط الرياضي مهم جدا، أنا جبت الأسرة كلها معايا مش أنا لوحدي كمان، فدي في حد ذاتها يعني بتخلي الواحد يجدد نشاطه خلال الويك إند كمان يعني. جمانة ازيك؟ الحمد لله. 6 سنين مشاركة النهاردة في الإيفنت؟ ماشي وشد الحبل. شد الحبل؟ تكسب ولا صعب؟ لا هكسب طبعا، هو حاجة كويسة المشاركة في أي رياضة يعني، والرياضة دي حاجة مهمة يعني، والمشاركة معهم في المشي لمدة نص ساعة بصراحة، هو طبعا لو في لو مرة كل أسبوع حتى لو مش يعني الناس مع نفسها في تبقى حاجة كويسة، لأن الأولاد بيلعبوا إحنا اللي ما بنلعبش، إحنا بنيجي نتفرج عليهم في التمارين وخلاص على كده. ممكن كده كده الجري برضو، في جري برضو حلو، ممكن يعملوا برضو دورات كورة مثلا أو يعملوا فرق كورة، أي حاجة فيها منافسة.